بحب اصور معاكم ايه يعني كل يوم يوم كده، بس بعمل لهم فيديو بنزله عشان يا جماعه اللي عايز يبدا دوره فراخ بلدي زي ما قلت لكم مكان مضمون كويس. هاتي منه من وحده بيطريه، ما تجيبيش من السوق، ما تجيبيش من اي تاجر، الفراخ عيانه اليوم دول والكتاكيت بتموت الصغيره بالذات، فما تجيبوش يا جماعه، نصيحه مني ما تجيبوش الشهر ده، استنوا شويه استنوا شويه، عشان اول ما مات عندي الكتكوت بصراحه ربنا زعلت، فانتوا ايه يعني اصبروا شويه عشان تجيبوا كتكوت، يكون الجو دفى، يكون ما يعني ما يعني مطمنه ان ما فيش امراض ولا في حاجه في الوقت دوت. لكن امشير انتوا عارفين الهواء بتاعه بيعي الكبار، بيعي البني ادمين، مش هيعي الكتاكيت الصغيره دي، فيعني حبيت اقول لكم كده بس. اه ما شاء الله هنفضل، انا هفضل اكل العلف اللي هو الخشن ده يعني معايا لحد 40 يوم، لما يكملوا 40 يوم لما يلقطوا الحبايه الخشنه هحط لهم الخشنه ان شاء الله. طبعا الكتكوت دوت يا جماعه انا ما جبته ما شاء الله كان يعني كان دلوقتي ما شاء الله كويس، ده لما جبته شفتوه كان عامل ازاي، كان دبلان ما كانش مليان كده وكان مبطرخ كده زي دلوقتي. لما بتجيب الحاجه عندك برضو في الشركات والكلام ده كله ما بيخلوا الحاجه اسبوعين ولا 10 ايام، مش هياكلوا علب برضو، ممكن يكونوا بيدوا طاقه واحده مثلا فالكتكوت ما بيكبرش، لكن ما شاء الله انت تجيبي بتجيبي وتاكلي كده الكتكوت بتاعك بيبقى يوم بيومين زي دول كده زي ما انت شايفه كده. برضو كذا حد قال لي ده فيهم جميزه وفيهم مش عارفه ايه، بصوا يا جماعه انا جبتهم وخلاص هم ونصيبهم، ما في جميزه بيبيض، في جميزه تسمين وفي جميزه بيبيض، وفي فيومي تسمين وفيومي بيبيض، وفيهم مثلا ثلاث ديوك اربع ديوك زي ما يطلعوا، انا هاخد الفراخ اللي هي هتبيض والديوك هتبيعها مش مشكله، والفراخ اللي هي هتبيض هخليها والديوك هتبيعها زي ما قلت لكم. الكلام بيروح مني والله، والله مسال على لو فرخه طلعت تسمين برضو هتبيعها مش مشكله، مش هتفرق، حاجه هنتبيعها لبيتنا احنا هنرميها هتنفعنا برضو، لو هتبيض هتنفعنا هنتبيعها هتنفعنا، كله خير وبركه الحمد لله. طبعا هفضل حطهم في القفص ده شويه لحد ما ربنا يسهل بس بمكان واطلعهم فيه، يعني انا عارفه ان هو يعني هم كده المفروض يتسيبوا في مكان على جنب، بس طبعا مش هينفع دلوقتي عشان الاوضه ما فيهاش مكان، حاطه فيها كذا حاجه الاوضه بصراحه ربنا، وربنا يسترها يا رب على الطيور كلها، وادعوا لنا بالبركه حبايب قلبي، وادعوا له ان ربنا يبارك لي يا رب والله، عشان انا بتعب جدا والله بتعب جدا، ربنا اللي يعلم. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب يكون شهر رمضان ده شهر خير على امه محمد كلها،